كل التحية والتقدير وإليك أيضا التحية والتقدير. تعتقد العراق يحتاج إلى شخص اقتصادي؟ طبعا يحتاج إلى منظومة اقتصادية تبدأ من الأسفل. المشكلة مو بس تبدأ من فوق، يعني لازم تبدأ المنظومة الاقتصادية من الأسفل. شلون يعني؟ يعني من وعي الشعب. الشعب لازم يصير عنده وعي بالاقتصاد، لازم يصير عنده وعي بالمنظومة السياسية، لازم يصير عنده وعي بالكهرباء، لازم يصير عنده وعي بالنفط. زيادة وعي الشعب هذه منطقة حمراء لا تريدها كل الأحزاب. يعني واحد مثلي الآن يجي يقول لكم إنه هيجي وهاي مناطق القوة وهذا زيادة الوعي الشعبي، وإحنا لازم نفهم اقتصاد البلد ونفهم السياسة ونشكل فريق تفاوضي للمظاهرات يروح إلى كذا، هذه بالنسبة للأحزاب أنت دمرت الدنيا، يعني يدمروك ويأذوك. ولا تقول هذا الكلام. ليش؟ لأن هم اشتغلوا بقوة على ضرب الوعي الشعبي. ضرب الوعي الشعبي هدف تسفيه الجماهير وإحاطتهم بسفاسف الأمور وإغراقهم بالمسائل الطائفية أو مسائل الجنس أو مسائل الكلام فقط العام عن الفساد، هذه يسموها كلها تعويم وتفريغ شحنات. أما الكلام المباشر عن توعية الشعب وزيادة ثقافته وفهمه يعني قوة الدولة العراقية وقوة الشباب في التشكل القادم، لا، هذا خط أحمر ما تقدر تقوله يعني، ولا يسمح به، ومن يفعله يتم الحقيقة مثل ما شفنا احنا. لو تتابعون خريطة التصفية اللي صارت للمتظاهرين، طبعا تدرون هواي ناس استشهدوا من المتظاهرين، بس انت لو ترجع زين تشوف خريطتهم، منو ذول الناس اللي تم تصفيتهم من المتظاهرين واستشهدوا؟ هم الناس اللي كان عندهم فكر يقدم، مو بس ناس وكح يعني يجون ويوقفون ويبقون ساحة التحرير وإحنا لن نذهب، لا 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 لا. التصفيات والخطف كان يم الناس اللي يقدمون بضاعة فكرية تؤثر على شيوع ثقافة العراق الجديد. هذول تم تصفيتهم كلهم. هسه أنتوا ارجعوا عليهم زين. فأي واحد يعني هذا الكلام اللي أنا دا أقوله هذا كلام كلش خطر يعتبر. يعني بعض الناس يعتقدون أنت إذا تسب سياسي وتسب رئيس الحكومة وتحكي على فلان وتحكي على الميليشيات أن أنت بطل، مو هاي القصة. بالعكس، هذا مثل الشهد يجي عليهم لأن يعرفون يردون عليه، يقولوا لك أنت طائفي ويقولوا لك أنت داعشي ويقولوا لك أنت كذا، فيحجمون الفكرة مالتك أنه أنت تحكي على المنظور. لا، بس اللي ينقل فكر مثل هذا الكلام واحسبوها عليه، هذا أخطر كلام يمكن أن ينقل إلى الشعب العراقي، لأنه مرتبط بعقل الناس مباشرة، مرتبط بتغيير واقع الناس مباشرة، مرتبط بالطريقة الصحيحة لإنتاج الوعي المجتمعي. لأن المرحلة القادمة السياسية إذا انطلقت من الشعب من جوا ماكو حد يقدر يغيرها، لكن الكلام العام والنفسي ومسبة السياسيين هو اللي يلاقي رواج، بل هو اللي يريدوه انك تجي وتسب السياسيين وكذا، فتصير عبارة عن كائن فوضوي هو بس يسب وبس ينتقد، ما يخلي منظومة، ما يخلي عقل، ما يشيل ايد الناس اللي قدام يقولهم هذا الحل. يعني مثل واحد هذا بيت بغرفة غرفتين مهدمة، هو البيت اربع غرف بغرفتين مهدمة، تقدر تسوي شخصين، شخص يجي يقول هدموا بيتي، بيتي متهدم انا مو زين، وشخص يجي يروح يحكي ويا مهندس ويروح يحكي ويا ابو مواد اوليه وياخذ شويه قروض ويجي يبني الغرفتين. هسه اللي يبقى يسولف وما يبني الغرفتين هذا احسن شيء بالنسبه للي فلش الغرفتين مالته، لان هذا عباره عن صوت نشاز يبقى يحكي وكذا الى ان يروح ويا. بس اللي يجي يخطط حتى يبني غرفتين على المعايير الحديثه، لا، هذا خطر. فاحنا هذا الكلام اللي اقوله اللي هو الكلام الفكري هو أخطر ما يقال، لأن ينزل في عقل الشباب ويؤدي إلى فعل إيجابي لمصلحة الوطن، وهم وظيفتهم القائمة على أنه لا يكون هناك فعل إيجابي لمصلحة الوطن حتى يحتفظوا بكل ما لديهم. ومثل ما يقول القاعدة القضائية يقول يبقى الحال على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء. فأنت تروح تلجأ إلى لا شيء، بينما لو يكون أكو فعل ديناميكي، يعني أكو ميكانيزم لحركة الناس في إنتاج الفعل الصحيح،
يجي واحد يقول لهم عليه وينظمهم عليه ويقودهم فكريا، لا هذا هذا بيسوي شغلات كبيرة. ما أدري يعني هل هذا الكلام واضح بالنسبة لكم؟ يعني الفرق بين الشخص اللي يقدم نموذج وفكر وريادة في إنتاج المجتمع والوصول إلى عقل الناس، شوف أكو فرق بين تصل إلى عقل الناس وقلب الناس. قلب الناس أسهل شيء، يعني هسه أجي أقول لكم أنتوا أحسن ناس بالعالم والسياسيين كذا وهذول حرامية، أنا وين أوصل؟ على قلبك. وبعدين شنو سويت؟ بس أنا كسبت، كسبت شعبية ومن يشوفوني الناس يصفقوا لي. وبعدين ما قدمت خدمة للناس، قدمت خدمة لنفسي، زدت مساحة الحب في قلوب الجماهير من غير أن أقدم لهم اعتبارا، ومن غير أن أقدم لهم رؤية، ومن غير أن أساعدهم في صناعة المستقبل. بينما من أجي أني أقدم لهم فكر وأقدم لهم رؤية عميقة وأكتب وأتعب وأبحث مثل مقال الحكومة السريعة وغيرها، قليل جدا من الناس راح يحبك، بل بالعكس عايش دعوة وكذا ومسوي نفسك فيلسوف. لكن اللي عنده ثقة بنفسه وبدينه وبوطنه لازم يروح يغذي الناس من الجانب الفكري، يقودهم إلى المرحلة القادمة المستقبلة حتى لو يتضرر. فلذلك احنا مو شايلين علاقة ونعبي بيها قلوب حب حتى نجي والله نزيد شعبيتنا، هذه الأمور شبعنا منها ما نحتاجها بعد، تجاوزناها يعني وجففنا الغسيل مالتها. ولكن الأصل أنك تقدم للناس شيء حتى لو أن الناس لا يفهموه، كما يفعل الطبيب في أنه يعالج المريض بقسوة حتى لو كان المريض لا يفهم لماذا قام الطبيب بإزالة هذا التوتر منه ويؤذيه. ومن يرحم فليقسو أحيانا على من يرحم، يعني هو يقسو على من يرحم، فأنا لازم أقسو بالفكر على من أرحم، ولازم أقدم رؤية حتى أكون أديت الأمانة اللي موجودة عندي. أما مسائل العاطفة فهذا ممكن أن يسووه الآخرين، إحنا يعني ما أدري، هذه وجهة نظري. يقول ليش ما تتعاون ويا الأخ علي؟ نفس الشيء، هذا يعني الأخ هو ده يمشي على الخزان العاطفي، ما ده يمشي على خزان البناء الفكري لمنظومة المجتمع. أكو فرق كبير، فرق كبير جدا. لذلك هذا النخب النوعية، شوف شوف في أمريكا يوجد ناس حكوميين ويوجد ناس يسموهم شخصيات عامة، يعني مثلا نعوم شومسكي أكثر واحد ينتقد أمريكا في العالم، هو أمريكي جزء من المنظومة الأمريكية، لابد من المحافظة على نعوم شومسكي وهو يسب أمريكا، هم الأمريكيين يعني محافظين عليه أنه يظهر في الفضائيات كذا ويسبه ويقدم لهم فكرة جديدة. وهكذا مثلا مؤسس فيسبوك وإنجلينا جولي، هي صح هي مثلا ممثلة ولكن أخذت الإطار الأممي في ريادة الأعمال الإنسانية وما أدري شنو. هذول الناس اليوم خلينا نقول 20 واحد مؤسس مثلا أمازون، مؤسس شركة تسلا، مؤسس هذول 20-30 واحد هم يمثلون العقل المستقبلي للمنظومة الأمريكية حتى تتقدم، وهم بالنسبة للأمريكيين أهم من الرؤساء، لأن هذا الرئيس ترامب غيره يجي ويروح، بس دول يمثلون الروح الأمريكية. الروح الأمريكية حتى تتجسد في المستقبل لابد من المحافظة على ذول الثلاثين. كذلك العراقيين أكو عندهم شخصيات قليلة جدا، ما أريد أذكر أسماء، خلينا نقول يمكن كل عددهم 10 أشخاص. هذول الشعب إذا كان يريد الخير لنفسه ينبغي أن يحافظ عليهم ولا يجعلهم يحتاجون لأي أحد، ويحميهم في أن يذهبوا إلى أبعد مدى في فكرهم حتى يحافظوا على مستقبل البلد. هذولا يسموهم ثروة الشعوب الحقيقية، هذولا العقول اللي هم يمكن 10 أشخاص في كل العراق موجودين، هذولا 10 أشخاص هم أهم من 10 آبار للنفط، وأهم من 10 وزراء، وأهم من 10 قيادات للكتل السياسية. لازم الشعب يحافظ على هاي 10 عقول حتى لو يقولون للشعب أنت ماذا تشتغل صح، ويقدمون له منهج فكري يختلف وياه.
لازم يحافظ عليهم الشعب، لأن هم الروح، هم المستقبل، هم القدرة العقلية للدولة على إنتاج منظومة المستقبل وإرجاعها إلى المساحة الصحيحة منه. شعبنا بعده يحتاج إلى أنه نقدم له كثير من الفكر، مو كثير من العاطفة والضحك على الذقون وبعدين أنت ضحكت وسويت وعملت وراء وبعدين ماكو nothing. يعني هم ذلك الآخرين مكيفين على هاي القصة، هم يخافون فقط من الذي يقدم الفكر، الذي يقدم رؤية لتنظيم المجتمع في إطار سياسي خارج إطار منظوماتهم الحزبية. يعني هو يكيف تقول يلا يا جماعة 1000 مثقفين روح انتموا إلى الجهة الفلانية أو صيروا جزء من المنظومة الفلانية، هذا عظيم احنا نستوعبهم من يجون بمنظومتنا. لكن لما يجي واحد عليهم يقولهم يا جماعة المتظاهرين صيروا كيان مستقل أثروا على شكل الدولة العراقية لاحقا وما أدري شنو، لا هنا أنت سويت شغلة كلش كبيرة، فمباشرة يبدون يفكرون في تصفيتك وقتلك فورا لأنك تقدم فكر. أنتم ما عبالكم تتعاملون ويا ناس ما يفتهمون تجون تطلعون كم لقطة وفيديو وكذا ذول، لا 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 لا، القصة أكبر من هيك، القصة أكبر بهواية من هيك.